شاهدينا وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جواد اليساري النائب المستقل من كربلاء. أهلا بكم سيادة النائب. بداية، بعد قرار تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب مدة شهر واحد، ما هي أبرز القوانين المراد تمريرها خلال هذا الشهر؟ تفضل. حياك الله، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. نعم، مجلس النواب أعلن عن تمديد شهر من أجل تمرير القوانين المهمة التي تأخرت في الفترة السابقة، ومن أهم هذه القوانين هو قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وقانون الحشد وقانون استرجاع الأراضي المصادرة في زمن النظام السابق وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، وربما يشهد تغيير حقيقة لقانون الانتخابات. هذه مجموعة من القوانين التي ينتظر تمريرها فيما بقى من عمر المجلس، ولكن لا نعلم هل يتوافق الأخوة النواب أو الكتل على تمرير هذه القوانين لكونها تواجه معارضة شديدة من قبل بعض الكتل وبعض النواب. طيب سيادة النائب، التوافق كان غائبا تماما بشأن هذه القوانين، هل وصول المشهداني لرئاسة مجلس النواب من شأنه أن يحد من الخلافات بشأن بعض القوانين برأيكم؟ نعم، عاد رئيس مجلس النواب هو أصالة وللمكون السني، وربما تشهد هذه القوانين مفاوضات وتقارب بين الكتل وبين الأخوة النواب من أجل تمريرها. ووصول المشهدان إلى المنصب ربما يهدئ من بعض المشاكل أو بعض الاعتراضات على هذا القانون، وربما تكون هناك جولات من المفاوضات بين الكتل على تعديل بعض الفقرات الخلافية الموجودة في بعض القوانين من أجل تسهيل مرورها. طيب، بعد تمديد عمل المجلس، ما إمكانية تمرير مسودة الموازنة خلال هذا الشهر، أما أن البرلمان سيضطر إلى ترحيلها للعام القادم؟ لا أعلم. أنا سألت سؤال اللي جاني ربما ما سمعته، هل هي المسودة قصدكم مسودة الموازنة؟ نعم، بعد تمديد عمل مجلس النواب، ما إمكانية تمرير مسودة الموازنة خلال هذا الشهر، أما أن البرلمان ربما سيضطر إلى ترحيلها للعام القادم سيادة النائب؟ والله يا أختي الكريمة، بالنسبة للموازنة على أساس أنه صوت عليها مجلس النواب لثلاث سنوات، وما هو الحديث يعني الذي استجد على الموازنة؟ نحن صوتنا العام الماضي الموازنة بأنها لثلاث سنوات ولا يحتاج إرجاعها للبرلمان. والحديث عن الموازنة يعني وإرسال جداول جديدة للموازنة، يعني هذا خلاف لما اتفقنا عليه بأن الموازنة لثلاث سنوات. نعم. إذن النائب المستقل جواد اليساري من كربلاء، شكرا جزيلا لك.